الله وعد بعدم تكرار الطوفان، فلماذا يتكرر الدمار على الأرض حسب سفر الرؤيا وهناك براكين وزلازل وغيرها حاجات مدمرة أحيانا؟ هو طبعا الحاجات اللي هي الكوارث الطبيعية دي حاجة في الطبيعة بتجدد وجه الأرض، يعني صحيح تبقى ساعتها كارثة لكن بعد كده بتبقى سبب خير. يعني البراكين دي بتطلع عبارة عن معادن سايحة في بطن الأرض نتيجة الحرارة العالية وليها ضغط عالي، فبتيجي عند حتة في قشرة الأرض ضعيفة تنفجر تعمل نافورة من هذه المعادن، طبعا بتدمر المكان اللي هي طلعت فيه النافورة دي، لكن بعد كده المعادن دي بيستخدموها بعد ما كانت مدفونة في بطن الأرض، يقدروا ياخدوا منها ويعملوا يعني الاحتياجات بتاعة البشرية من هذه المعادن، فهي كارثة ساعتها لكن فيما بعد تبقى للفايدة. الطبيعة الغاضبة يسميها الكتاب المقدس أن الطبيعة أخضعت للباطل من أجل الذي أخضعها أي آدم، على الرجاء أن هي تخلص من هذه الضعفات في التجديد بتاع المجيء الثاني وقيامة الأموات وحياة الأبدية. فدي كلها كوارث بتحصل طبيعية، مش ربنا اللي بيعملها كنوع من الغضب يعني. لكن يوم الطوفان كان غضب إلهي وعقوبة للبشر نتيجة خطاياهم، وكده مقد ذكر هذا السؤال بقى، ربنا لما عمل الطوفان قال مش هعود أكرره ليه؟ حقيقة كشف لنا السر ده معلمنا بطرس الرسول في رسالته لما قال ان ربنا لما ارسل الطوفان قال الذي مثاله يخلصنا نحن ايضا الان اي المعمودية. ففهمنا بقى ان الطوفان ده كان رمز للمعمودية. في حاجتين حصلوا في الطوفان، ان العالم اتغسل من الخطية وان نوح واسرته نجوا من الطوفان عن طريق الفلك. صحيح. فدول حاجتين بيحصلوا لينا في المعمودية، نتغسل من الخطية وننجو ان احنا ندخل جوا فلك النجاة وهو المسيح. انتم الذين اعتمدتم المسيح قد لبستم المسيح. فانا جوا المعمودية بدخل جوا المسيح ما غرقش لكن اتغسلت من الخطية. لان المعمودية لا تعاد تحت اي ظرف، احنا بنؤمن بمعمودية واحدة لا يمكن اعادتها، ودي موجودة في كتاب مقدس يقول لك رب واحد ايمان واحد معمودية واحدة في رسالة معلمنا بولس الرسول لاهل افسس اصحاح 4، وموجودة في قانون الايمان نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، موجودة في تراث الكنيسة ان احنا لا يمكن انسان متعمد نعيد معموديته الا اذا كانت المعمودية بتاعته باطلة اللي هي معمودية الهراطقة ما تعتبرش معمودية، فبنعمده من جديد. عمد معمودية صحيحة. الصحيحة. فلما ربنا قال لا أعود أجيب طوفان على الأرض، مش معناها أن ربنا يعني آسف في التعبير، ربنا يسامحني يعني، أنه تهور في القرار بتاعه وندم عليه ومش هيعمل كده تاني. رغم أن في الكتاب في العبارة دي سيدنا ليه ندم الله. طبعا الله كلمة ندم معناها أخذ قرار غلط وشاف نتيجته غلط فقال مش هعمل كده تاني، ده بالنسبة للبشر لكن الله ليس إنسان ولا ابن إنسان حتى يندم. لما استخدم تعبير ندم عشان بس يوصل لنا المعنى أن أنا مش هعمل كده تاني، طب ليه؟ هل لأن اللي عملته كان غلط؟ لا، لأنه عايز يقول لنا المعمودية هتبقى مرة واحدة تتغسل مرة واحدة وبعد كده مش هعود أعمل الطوفان ده، يعني مش هعود أطالبك بالمعمودية. طب افرض غلطت بعد المعمودية، في توبة وفي عقوبات يؤدب بها الله الإنسان، إذا قبل التأديب في الأرض وقبل العقوبة وصلح طريقه بينجو من الهلاك الأبدي. إذا كان الإنسان بعد ما تعمد أعمل خطايا وربنا بيأدبه والتأديب ما جابش نتيجة والعقوبة ما جاتش نتيجة وماشي في سكة غلط، دي للأسف هتخليه يدخل في هلاك أبدي. عشان كده في كتاب مقدس قال مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى،
هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. القيامة الأولى هي المعمودية، بس بشرط أحتفظ بأن أنا قايم دايما، وإذا سقطت أقوم، إذا سقطت أقوم. حسب دايما قائم مع المسيح فأدخل حياة الأبدية. هي دي قصة الطوفان، أن دي معمودية، اللي يغلط بعد كده في تأديبات أخرى غير المعمودية غير الطوفان. فالفرصة بقت أكبر، أكبر طبعاً من فكرة الموت. يعني في الطوفان الكل مات وهلك في الطوفان، ما عدا طبعا نوح وأسرته. لكن في ثورة الطبيعة زمن يفتك بتقول بيبقى المكان بس اللي حسب في حتة في محددة. وتبقى تأديبات من الله إذا كنا هنعتبرها من الله. يعني إذا كان أي كارثة طبيعية خدنا بالنا أن هي دي ربنا بيعمل كده عشان بيقرص ودنا ننتبه. لكن مفيش طوفان بمعنى مفيش احتياج لمعمودية تانية. وأي عقوبة أخرى أو تنبيهات أخرى أو قرصة ود بتنبهنا بس للتوبة. لكن كل اللي اتكلم عنه سفر الرؤيا ما نقدرش نقول إنه هلاك، ما نقدرش نشبهه بإنه ده إعادة وتكرار للطوفان، ده حاجة لا. إذا خدنا أن الطوفان هو فعلا رمز المعمودية خلاص دي قصة وانتهت مش هتعاد تاني. لكن هناك عقوبات أخرى.